قبل ما نتكلم في هذا الامر خلونا نروح للنجم الاهلي السابق ونجم منتخب مصر الكبير الكابتن وائل جمعه علشان نساله عن مباراه الاهلي والترجي. تحياتي ليك يا كابتن وائل. مساء الخير يا اسامه، ازيك؟ عامل ايه؟ اهلا بيك، وحشني وكل قناه الاهلي ومشاهدي قناه الاهلي كلهم والاهلاويه كلهم وحشني جدا والله. ربنا يكرمك يا كابتن وائل. شايف مباراه الاهلي والترجي القادمه ازاي؟ مباراه مهمه، مباراه من شوطين، الشوط الاول هيكون في رادس والشوط الثاني هيكون في استاد القاهره. طبعا يعني هي اهم مباراه للاهلي الموسم ده دلوقتي، خلاص عارف بطوله افريقيا بقت بالنسبه لنا اسامه زي بطوله الدوري، في من اول ما الدوري اتعمل نفس الاهميه، وكل سنه النادي الاهلي لو ما فازش بدوري ابطال افريقيا بتبقى مشكله، وبنرجع نحسن نفسنا عشان نفوز بيه السنه الجايه، لانه خلاص الاهلي بقى ماركه عالميه والبطوله دي بالنسبه له هي اللي بتوصله او براند عالمي بتوصله للبراند ده. فطبعا بطوله مهمه جدا 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 للنادي وللاعبين وللمدرب ولكل من هو اهلاوي دلوقتي، خاصه مع التحديثات الاضافات اللي بتضاف كل شويه من بطولات قاريه، وشفنا طبعا زياده عدد الانديه، وانا سمعت ان في بطوله الانتر كونتيننتال وهيبقى في بطل افريقيا مشارك فيها، ودي برضو هيبقى فيها زي ابطال القارات بس. فيعني في بطوله بقت مهمه جدا جدا يا اسامه للنادي الاهلي. يعني بتحط النادي الاهلي في مكانه تانية بعد ما بتاخد بطوله افريقيا، تقدر تلعب في كاس العالم للانديه فعلا، وانت واحد من نجوم النادي الاهلي شاركوا في كاس العالم للانديه مرات عديده. يعني طبعا لا، يعني مشاركه ووجود النادي الاهلي جنب الانديه الكبيره في كل القارات، ويعني بنتكلم في البطوله اللي جايه بالذات يا اسامه، عندك اكبر الانديه اللي في العالم مشاركه في البطوله، يعني اخر اربع ابطال لدوري ابطال اوروبا متواجدين، بنتكلم على ريال مدريد، بنتكلم على مانشستر سيتي، بنتكلم على تشيلسي، بنتكلم على برشلونه، بنتكلم على فرق ليها كبير تاريخ في الكوره كبير يا اسامه، وانجازات طبعا كبيره جدا. مجرد ان انت تتواجد مع الفرق دي بس يعني فخر لينا كلنا كاهلاويه بان اسم الاهلي يبقى مرفوع وعلم الاهلي مرفوع في البطوله اللي زي كده.